المطالب الخدمية والأوضاع الاقتصادية والفقر والبطالة والفئة الوسطى كانت اليوم جميعها حاضرة تحت قبة البرلمان خلال مناقشة النواب للموازنة العامة والوحدات الحكومية للعام 2021. المدة التي حددها المجلس لكلمات النواب والكتل الراغبين بالمناقشة، إذ خصص للنائب 10 دقائق وبزيادة 5 دقائق للكتلة، لكنها لم تكن كافية عند البعض في ظل الحديث المطول عن الأوضاع الصعبة التي تمر بالمواطنين. وديون الشعب على الحكومة فاقت حدود الصفر، مما جعلهم يضعوكم على القائمة السوداء مبدئيا، ليس كرها بكم أو سلبية منهم، ولكن صدمات متتالية وأحلام محطمة ماتت قبل أن تولد، ووعود مبخرة من جميع المجالس السابقة أذابت جوهرة الثقة بينكم وبين الشعب. توفير المشاريع الزراعية وفتح مركز لتوزيع الأعلاف في لواء المزار الجنوبي وإقامة الجمعيات التعاونية، وكذلك العمل على توسعة طريق العينة وإنشاء عبارات صندوقية لحماية المزارع من الانجراف. إلى مسقط رأسي جرش فأجدها تحمل وجع الوطن كباقي شقيقاتها، علاوة عما خصت به من وجع في هذه الموازنة. تنتقد الكتلة سيد الرئيس التعديلات التي اقترحتها الحكومة على قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، وترى أن هذه التعديلات شكلية لا تمس جوهر البيئة الاستثمارية. وفي هذا الإطار فإن الكتلة تؤكد على ضرورة الاستمرار في منح الإعفاءات للمشاريع الاستثمارية، ولكن تلك المشاريع التي تسهم في تشغيل الأردنيين، وخاصة في ظل هذا الظرف الدقيق الذي ارتفعت فيه البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. إن المزارع والمواطن مثالك هما الضحية لعدم الرقابة والضبط، فإنني أدعو من هذا المنبر لإيجاد رقابة لهذه الغاية وجهاز تنظيم زراعة الخضار وإرشاد المزارع لتوزيع المساحات الزراعية النمط الزراعي لضمان الربح للمزارع، ولتكون بالسعر المناسب للمواطن، وذلك لوجود فجوة وحلقة مفقودة في التسويق عند التجار. الإسراع بإشغال المدينة الصناعية في مادبة لخلق فرص عمل من خلال تخفيض الرسوم وأسعار الأراضي على المستثمرين. هذه الموازنة التي سأقدم مجموعة من الملاحظات عليها، معظمها جاءت لتسيير الأعمال وليس لمشروع بناء دولة ونهضتها، رواتب، تقاعدات، خدمة دين. المبالغة الكبيرة بالإيرادات في ظل الظرف الاقتصادي الذي عاشته الأردن خلال العام الماضي والإغلاقات، يتم التوقع ب 675 مليون إيرادات إضافية، كيف ستحقق ذلك؟ دائرة الانتخابية كما حددها قانون الانتخابية محافظة الكرك، وإذا استشعروا الحرج حين أتقدموا بمطالب محافظة الكرك في زمن الجائحة، دعوتكم أن تخافوا الله في شعبكم ولا تربوه، ونرد دوما نعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. وفي هذا الصدد يا حكومية الوقرة، قهرت الرجال والنساء على حد سواء، فالشعب اليوم مديون مقهور ومغلوب على أمره رجالا ونساء. وبعدها نتساءل ونستغرب لماذا تزداد حالات الطلاق والجريمة والعنف الأسري؟ أي علاج هذا في خطتكم ومواجهتكم؟ ثانيا، دعوتكم أن يكون عملكم استثنائي، لأن كل الظروف داخليا وخارجيا استثنائية، ولا بد للحكومة أن تختلف عن سابقاتها بدءا من منهجية تفكيرها ثم تعاطيها مع الوضع القائم، ثم في طريقة بنائها للموازنة، بما يدلل أن الحكومة الكريمة مدركة تماما إلى أين تسير بالوطن. إحنا بحاجة فعلا لوقفة. هذا مجلسكم الكريم، هذا المجلس يعول عليه الشعب الأردني، ولا يزال يصرخ بالنائب وليس بالحكومة، لأنه إذا بده يصل الحكومة بيصلوا من خلال النائب، لأنه الأبواب مغلقة. لما بنتحدث عن النفقات وعن البذخ بقول لك يا دولة الرئيس اتق الله بكل قرش بناخذه من جيبة المواطن الأردني. بعد التصويت على الموازنة، هل تجدد الحكومة خططها أم أنها ستسير على النهج المتبع من قبل الحكومات السابقة؟ حسب ما يقال.